Hello, how are you? This is the last lecture of the course. So, I will review what we studied and I will send you, and if you have any questions, please contact me. Firstly, we have to define political system. As we defined earlier, political system is the set of formal legal institutions that constitute a government or a state. It's defined broadly as a set of processes of interaction or as a subsystem of the social system interacting with other non-political subsystems. كنا عرفنا طبعا النظام السياسي قلنا هنا هو عبارة عن حاجة قانونية زي الدستور للحكومة أو للدولة. بيعرف ان هو عبارة عن مجموعة من الإجراءات أو مجموعة من التفاعلات أو الأنظمة الأساسية والأنظمة الفرعية للنظام الاجتماعي لأي دولة. طبعا كنا خدنا النظام البريزيدنشال والسيمي بريزيدنشال والنظام البرلمنتري، وكنا خدنا نموذج لكل نظام من دول وطبقناه على دولة من الدول. طبقنا نظام البريزيدنشال على اليو اس اي، وطبقنا السيمي بريزيدنشال على ايجيبت، وطبقنا البرلمنتري على المانيا. في عجالة سريعة جدا هناخد الفرق بين البريزيدنشال سيستم والسيمي بريزيدنشال سيستم. في الأول نقطة هنقارن بينهم الاثنين. Who makes up the executive branch؟ مين المسؤول عن السلطة التنفيذية؟ مين اللي بيشتغل فيها؟ في البريزيدنشال سيستم separately elected president، المسؤول هو الرئيس فقط المنتخب انتخاب مباشر. الكابينت nominated by the president and confirmed by the legislature، برضو المسؤول عن النظام التنفيذي أو السلطة التنفيذية اللي هو مجلس الوزراء، اللي بتعين من خلال مين؟ من خلال رئيس الجمهورية، وبيصد عليها مين؟ بيصد عليها السلطة التشريعية. ومين تاني برضو مسؤول عن الاكزيكتيف برانش؟ الكابينت ممبرز كانت بي ممبرز اوف ليجيستيتشر اند فايس فيرسا. هنلاقي برضو هنا في النظام الرئاسي ما ينفعش ان الوزراء يكونوا اعضاء في مجلس في السلطة التشريعية، والعكس ما ينفعش يكون اعضاء في السلطة التشريعية اعضاء في مجلس الوزراء. ده بالنسبة للسلطة التنفيذية في البريزيدنشال سيستم. هنلاقي رئيس الجمهورية وهنلاقي الكابينت هم السلطة التنفيذية. اوكي، طيب في السيمي بريزيدنشال separately elected president with strong powers. The president chooses a cabinet and the prime minister who presides over the legislature. نفس الموضوع. الرئيس المنتخب وفي نفس الوقت هو اللي بيختار الايه؟ مجلس الوزراء وبيعين رئيس الوزراء. The president presides over the cabinet who cannot be members of the legislature. نفس القصة، ما بينفعش يكون في أعضاء المجلس الوزراء، ما ينفعوش يكونوا أعضاء في السلطة التشريعية، وما ينفعش أعضاء السلطة التشريعية يكونوا أعضاء في مجلس الوزراء. طيب النقطة الثانية من المقارنة، Can the legislature remove the executive؟ هل السلطة التنفيذية تقدر تشيل السلطة التشريعية؟ طيب هل السلطة التشريعية تقدر تشيل السلطة التنفيذية؟ هنلاقي في البريزيدنشال سيستم legislature can't remove the president except under extreme conditions. في النظام الرئاسي لا تستطيع السلطة التشريعية ان هي تشيل رئيس الجمهورية الا في ظروف قاسية جدا، صعبة جدا، يعني ظروف يعني ما بتتحققش. The president can't dissolve the legislature. ونفس القصة، الرئيس ما يقدرش يحل السلطة الايه؟ التشريعية. يعني نقدر نقول السلطة التنفيذية ما تشيلش رئيس الجمهورية، ولا الرئيس سوري السلطة التشريعية ما تشيلش رئيس الجمهورية، ورئيس الجمهورية ما يعملش ديزولف، ما يقدرش يحل السلطة التشريعية. طب في السيمي بريزيدنشال، the legislature can't remove the president. السلطة التشريعية ما تقدرش تشيل رئيس الجمهورية، لكن تقدر تحل البرلمان. Removing the prime minister and the cabinet.
تقدر تحل البرايم مينستر وتشيل البرايم مينستر ومجلس الوزراء بتاعه. The president can dissolve the lower house. وهنا رئيس الجمهورية يقدر يحل اللور هاوس لو في عندنا تو هاوسز الابر واللور. يقدر رئيس الجمهورية يحل اللور هاوس زي ما كان عندنا مجلس النواب، لكن مجلس سوري قديمه مجلس الشورى، كان في مجلس الشعب ومجلس الشورى. مجلس الشعب ده الابر هاوس، مجلس الشورى ده اللور هاوس، وهكذا يقدر يحل اللور هاوس لكن ما يقدرش يحل الابر هاوس. طيب bodies involved in the legislative process. طب ايه هي بقى الحاجات الموجودة في الهيئات الموجودة في السلطة التشريعية؟ upper house ولور هاوس. طب في السيمي بريزيدنشال الابر واللور. طيب في البريزيدنشال الكابينت ديبارتمنتس assist in drafting bills but most originate via committees in legislature. في عبارة عن مشاريع قوانين بتتم من خلال لجان في السلطة التشريعية، وإن حق رئيس الجمهورية نعمل فيتو على القرارات أو على القوانين اللي موجودة فتقف. أما في السلطة، أما في السيمي بريزيدنشال، هنلاقي إن البريزيدنت والبرايم مينستر والكابينت appointed by the prime minister who sits in the legislature can be الممبر من الأعضاء. طيب مين اللي بيعمل تشريعات؟ both houses في البريزيدنشال. الاكزيكتيف كان درافت legislation but a member must introduce it. السلطة التنفيذية ممكن تقدر تعمل حاجة درافت كده، تقدر تعمل زي مسودة أو تشريع أو بس عن طريق برضه من خلال مين؟ إنها بتقدمه للسلطة التشريعية. أما في السيمي بريزيدنشال هنلاقي الاكزيكتيف اند بوث هاوسز، السلطة التنفيذية وكلا الأبر هاوس واللور هاوس، وكمان الابوينتد بوديز such as economic and social commission، كل دول يقدروا يعملوا درافت للايه؟ لاي مسوده لاي تشريع. والاكزيكتيف انيشيتد بيلز تيك بروسيدز اوفر ممبر بيلز، ويقدروا برضو يعملوا مسوده او مشروع قوانين. ده بالنسبه للبريزيدنشال والسيمي بريزيدنشال. طب البرلمانتري، قلنا طبعا البرلمانتري شرحناه قبل كده، هو عبارة عن برضو نظام ديمقراطي زيه زي الرئاسي وشبه الرئاسي، وبيتكون طبعا الهيد بتاعه البرايم مينستر. البوليتيكال بارتي اوف كوليشن، لو انا عندي بوليتيكال بارتي او عندي تحالف، يعني عندي حزب رئيسي او عندي تحالف لبعض الاجزاء لبعض الاحزاب، بيطلع منهم الايه؟ بيطلع منهم البرايم مينستر. The parties in minorities serve in opposition to the majority. فطبعا لما يكون حزب واحد حزب الأغلبية أو مجموعة أحزاب تألفت مع بعضها بتكون برضو حزب الأغلبية، باقي الأحزاب التي لم تتألف ولم تتحد مع حزب الأغلبية تعتبر حزب الأقلية، ودي بتعتبر أحزاب المعارضة. The Prime Minister usually is the leader of the majority party. لو أنا عندي one party هو majority، The Prime Minister هو الليدر بتاعه. طب لو تحالف كلهم، لو في coalition، برضو The Prime Minister بيطلع منهم. Executive functions are exercised by members of the parliament appointed by the prime minister to the cabinet. The prime ministers may be removed from power whenever they lose the confidence of a majority of the ruling party. يعني رئيس الوزراء ممكن يسيب رئاسة مجلس الوزراء في حالة ان الحزب الاغلبية بتاعه هو اللي يشيله، هو اللي يتخلى عنه. The parliamentary system originated in Britain and was adopted in several of its former colonies. طبعا بدايته كان في بريطانيا المملكة المتحدة، بعد كده امتد لباقي الدول. طب one house ولا two houses؟ في بعض الأنظمة فيها house واحد بس، غرفة واحدة، وفي بعض الأنظمة فيها two houses. Many parliaments are bicameral. By يعني اثنين، فيها two houses، لكن في بعض منه unicameral هو house واحد بس. في البايكامرال there is a lower and upper house. طيب في اليونيكامرال system have fewer veto points than bicameral system making it easier and faster to pass legislation but also easier to overturn. في اليونيكامرال
بيبقى فيه فيتو بوينتس اكتر من الايه من باي كامرال اللي بتسهل موضوع القوانين والموافقه عليها. طب السلطه التشريعيه وظيفتها ايه؟ Legislative function is conducted through a unicameral one chamber or bicameral two chamber parliament composed of mean members accountable to the people they represent. مسؤولين قدام الناس اللي اختاروهم. يعني مجلس الشعب ده أعضاء اللي فيه اللي بيسنوا القوانين هم مسؤولين قدام الناس اللي هم اختاروهم كأعضاء لمجلس الشعب. في البرلمنتري سيستم laws are made by majority vote. القوانين بتمرر من خلال ايه الأغلبية. يعني لو المجلس بتاعي 300 عضو 150 زائد 1 يمر القانون. يعني 151 موافقين و 149 مش موافقين يمر القانون بالأغلبية وحتى واحد. طيب كنا خدنا طبعا ببساطة جدا الستيبل وان ستيبل بوليتيكال سيستمز. هنعمل بس نلقي الضوء على الستيبل بوليتيكال سيستمز الأنظمة المستقرة الأنظمة المتزنة أو المستقرة اللي هي فيها الدولة بتقدر تتغلب على البوليتيكال بريك داونز. ما بيحصلش فيها بريك داونز، فيها مشاكل لكن ما بتأديش إلى انهيار النظام السياسي. The key to succeed is the ability to control social development. طب عشان يتغلبوا على كده يقدر يعمل ايه؟ يبقى عنده المقدرة ان هو يعمل control على social development، يعمل manage للchange او حتى اصلا يمنع للchange. في بعض الدول بتمنع للchange وفي دول بتعمل manage للchange. يعني manage يعني تشوف هم عايزين ايه علشان التغيير المطلوب يقدر يتم، او تقدر تعمل stop و prevent للchange من بدايته. And to bring under governmental direction all the forces that may result in innovations. طيب الخطوة اللي بعد النقطة اللي بعد كده providing effective channels for the communication of demands and criticism. اللي هو بقى عندهم القنوات الرئيسية الفعالة انها تقدر من خلالها تقدر تشوف المطالب، تقدر تتحكم في النقد، تقدر تشوف ايه هم عايزين ايه وتبدأ تحقق المطالب بتاعت الناس. في بعض الأنظمة social and economic problems are quickly transformed into issues in the open arenas of politics. Government are obliged to shape politics that reflect a variety of pressure. ببساطة جدا النظام المستقر، النظام السياسي المستقر هو النظام اللي فيه مشاكل، كل الأنظمة فيها مشاكل كويس جدا، اللي بيقدر يعمل مانج للمشاكل بتاعته بدون ما توصل للانهيار السياسي يبقى دوت نظام مستقر. يعمل مانج، يعمل بريفنت حسب ما يشتغل. لو قدر ان هو يوقف كل ده ان هو ما يوصلش للانهيار السياسي بقى ده نظام مستقر. النظام الغير مستقر اللي فيه انترنال ويرفير، في نزاعات وحروب داخليه تؤدي الى انهيار الدوله وتؤدي الى انهيار النظام السياسي يبقى ده نظام غير مستقر. لو في كرايزس، لو في سيتويشن مش قادر، في ازمات كتيره جدا طاحنه اطاحت بالنظام السياسي يبقى نظام غير مستقر. لو في الهيومن لايف، لو في مشاكل بتمس الهيومن لايف، بتمس الديسلوكيشن اوف بوبوليشن، بتمس الديسانتجريشن اوف ذا اوثوريتي والكويستنج اوف ناشونال ليدرشيب اند سنس اوف واندد ناشونال برايد، ده كله برضو بيبقى نظام غير سياسي او غير نظام غير مستقر لانه بيؤدي الى انهيار النظام السياسي ككل. وبرضه في الازمات الاقتصاديه الطاحنه اللي النظام ما يقدرش يتحملها فينهار، فده نظام غير مستقر. احنا النهاردة عملنا ببساطة جدا عرفنا هو النظام السياسي. هو نظام السياسي زي عقد بين الدولة والمواطنين، زي الدستور بيتحط فيه كل شيء بين الدولة وبين من يقود الدولة. من يقود الدولة متمثلين في السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية والسلطة القضائية، هم دول السلطات الموجودين في الدولة. وخدنا النظام الرئاسي البريزيدنشال سيستم، وخدنا نظام شبه الرئاسي سيمي بريزيدنشال سيستم، وخدنا النظام البرلماني، وبعدين قلنا النظام امتى يكون نظام مستقر وامتى يكون نظام غير مستقر. متشكر جدا ونشوفكم ان شاء الله على خير. ولو في اي سؤال ابعتوا لي ان شاء الله على الجروب بتاعنا. شكرا.